قال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء سفير هاني صلاح الدين، قال إن المجلس ما زال يبحث استقالة الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء وزير التعاون الدولي. أوضح في تصريح خاص للتلفزيون المصري أن مجلس الوزراء أعرب عن تقديره لجهود وزارة الداخلية، مؤكدا دعمه لها في مواجهة الإرهاب. يمكن من أهم الموضوعات اللي طرحت النهاردة الملف الأمني على النص الأولاني من اجتماع المجلس، وكان في رد من حضرتك على دعم وزير الداخلية. بالضبط فهم، يعني الحقيقة النصف الأول من الاجتماع تركز أساسا على استعراض الوضع الأمني في أعقاب الحوادث الإرهابية المتكررة منذ يوم الجمعة الماضي، ويأكد السيد رئيس الوزراء وكافة أعضاء السادة الوزراء بالمجلس على الدعم الكامل الذي تقدمه الدولة والحكومة لوزارة الداخلية وعلى رأسها السيد اللواء محمد إبراهيم، منددين بالطبع بما يحدث ومشددين لأن رجال الشرطة بيتحملوا عبء كبير وبيذودوا عن حماية هذا البلد، وأن السيد وزير الداخلية وقيادات الداخلية وكل رجال الشرطة ضباطا وجنودا وصف ضباط يعني بيتحملوا عبء الحماية عن هذا البلد، وأن رغم كل ما يحدث هناك نجاحات تتحقق، وأن الصورة أو الإطار الأكبر أفضل بكثير عما كان عليه الوضع في 30 يونيو، وأننا مستمرون في دعم وزارة الداخلية. طيب، كل ما يحدث يراه البعض كثير على الوضع الآن في مصر، هل إمكانيات وزارة الداخلية غير قادرة على الردع التام لمثل هذه الأمور؟ يعني بالطبع وزارة الداخلية تحتاج إلى دعمها بإمكانيات كبيرة وإلى معدات حديثة وإلى العديد من الأشياء، ولكن رغم كل هذا يعني السيد وزير الداخلية أكد أن رغم كل هذه الإمكانيات المحدودة الوزارة عازمة وبكل السبل وبشتى الوسائل على مكافحة الإرهاب، وستنجح في القضاء على الإرهاب. نجحت في القبض على العديد من القيادات، أحبطت العديد من المحاولات، ورغم محدودية الإمكانات يعملون بكل الجدية وبكل الوطنية، ولن يثنيهم شيء عن الانتصار في النهاية. طيب أخيرا يا فندم، بالنسبة لموضوع الاستقالة الخاصة بالسيد زياد بهاء الدين وما تردد عن استقالة بعض الوزراء، كيف يرد المجلس على هذا الأمر؟ لا، لم يستقل أي أحد من الوزراء باستثناء السيد دكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء، والاستقالة معروضة الآن على السيد رئيس الوزراء وسيتم البت فيها في غضون يومين على الأقل. والتغييرات الوزارية؟ لا تعليق لدي ولم تناقش على الإطلاق خلال أعمال المجلس اليوم.